مش بجيب الدرجات اللي انا نفسي اجيبها او اللي انا طموح احققها. اتفضلي يا حبيبي. السلام عليكم. اللي انا كنت عايزه اقوله بس كنت انا بعمل واجباتي وبعد كده ايه بقى بلمس موبايل نص ساعه بس كده. هو بيقفل الموبايل لما بيجي يعمل الواجب. طب مين اللي علمك كده؟ مين اللي قال لك انت هتعمل كده؟ ماما عشان في متابعه وفي توجيه. ممكن نحيي الولد الجميل ده. فاحنا عاوزين نقول يا جماعه اكيد مش بابا، اكيد مخاطر مخاطر استخدام